اختتم أطفال المحافظات الحدودية جولتهم للمشروعات ضمن مشروع أهل مصر المرحلة الثالثة والمقامة تحت عنوان يهمنا الإنسان. بإجمالي 200 طفل وطفلة في المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة، هذا وقد أبدع أطفال المحافظات الحدودية على مسرح فوزي المكشوف بمحافظة أسوان بسلسلة عروض فنية في ختام ملتقى المحافظات الحدودية. بنشتغل على كل طفل وكل موهبة فيه، بنحاول نشتغل عليها سواء تمثيل سواء رسم سواء موسيقى أداء حركي ورش حك ورش أشغال يدوية. بنبدأ ده من أول يوم، بنبدأ الأطفال بنقسمها على مجموعات، المجموعات دي بتبقى مجموعات مختلفة مش كل محافظة مع بعض عشان يحصل دمج بين جميع المحافظات مع محافظة القاهرة، عشان كل واحد بتعرف على ثقافات بعض ونعرف بعض. بنهتم جدا ان احنا بنلف الاطفال بنلففهم بنشوفهم اهم المناطق الاثريه واهم المناطق اللي في مصر عشان يعرفوا بلدهم. يوم جديد بتتمثل فيه العداله الثقافيه بمعناها وبمضمونها بالحقيقه، يعني وجود يعني كل ابناء المحافظات الحدوديه معا في مدينه اسوان بيعكس اهتمام الدولة بشكل كبير بأبنائها من مختلف المحافظات الحدودية. بالتأكيد شفنا كل أشكال الفنون، الرقصات، الأغنيات، الاهتمام بترقية الوعي الوطني لديهم. مشروع أهل مصر مشروع تتبناه الدولة لتعزيز قيم المواطنة لدى الطفل المصري، خاصة أطفال المناطق الحدودية مع أطفال القاهرة، دمج ثقافي ما بينهم للمعايشة، ليكون لنا هنا لما بيجوا معانا بيكونوا سفراء لأهل لهم في محافظتنا محافظتهم. أطفالنا حاجة واحدة، أساس المشروع أن الطفل المصري واحد، سواء في القاهرة سواء في مطروح سواء في الوادي الجديد أو في أسوان أو في البحر الأحمر أو في شمال سيناء أو في جنوب سيناء. مشروع أهل مصر هدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال مصر مع معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تنفذ الهيئة العامة لدستور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني.